فلاحين في شرق البلاد على إعادة فتح ميناءي راس لانوف والسدرة النفطيين. وأشار التيمي إلى أن الحكومة تسيطر الآن على الميناءين بشكل كامل، وبهذه السيطرة تنتهي أزمة الموانئ النفطية دون أي استعمال للقوة. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وفقنا لاستلام ميناءي راس الأنوف والسدرة، وبذلك تنتهي أزمة الحقول النفطية، وهذه بداية خير للشعب الليبي الكريم، لأن هذا هذه الموارد هي ملك للشعب الليبي، والاستيلاء عليها وضع تحت مراهنة لأحد أو لأي جهة هذا يعتبر عبث بمقدسات الشعب الليبي، وهذا خط أحمر. نطلب من الجميع أن يتعقلوا وأن يلجأوا إلى حل جميع المشاكل التي قد تحدث بالعقل والحوار والتفاهم.